السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أنا اسمي مالك من فصل 3I. سأقرأ لكم قصة ما أجمل العمل. خرج خالد إلى حقل قريب من بيته، فرأى فلاحا يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط. اقترب منه وراح يتأمله، ثم سلم عليه وسأله: ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ ابتسم الفلاح وأخذ بيد خالد وجلس في ظل شجرة وقال: يا بني، انظر إلى تلك العصافير تغدو وتروح مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن طعام تأكله وتطعم به وتطعم من فراخها. وانظر إلى هذه النملات تذهب وتجيء، وكل نملة تحمل القوت إلى مسكنها كي تخزنه لأيام الشتاء. وانظر إلى تلك النحلات تتنقل بين الأزهار كي تمتص رحيقها لتصنع منها عسلا طيبا. فنحن يا بني يجب ألا نكون أقل من هذه الكائنات عملا ونشاطا. فمن جد وجد ومن حصد ومن زرع حصد، والإسلام حثنا على العمل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خالد: حقا يا عمي، فما أجمل العمل. سأحرص إن شاء الله على أن أكون في المستقبل عاملا نافعا لديني ووطني. مع السلامة.